السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نعم اتفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، كان في 2012 كده، كنت انا يعني كان في حتة ارض لوالدتي واتباعت، وانا دخلت في جوازي وبنيان بيت. فهل انا دلوقتي اخواتي مطلوب مني ان انا اوزع على اخواتي حق الارض ديت، ولا هو عشان خلاص هي دخلت في البيت ودخلت في هي العجوز موجودة أو ماتت؟ لا، موجودة الحمد لله، ربنا يبارك. في عقلها أو اختلطت؟ لا، زي ما، لا الحمد لله. طيب أبلغها منا السلام وقولي لها قال رسول الله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.